الرئيس الحالي كان في مؤتمر مع المستشار الألماني، والكلام اللي اتقال كلام خطير جدا. مصر ليها دور محوري، وكل كلام بيتقال بيكون له صدى، تداعيات وردود أفعال عالمية، مش بس الفلسطينيين في غزة، لأ في العالم بيسمعوا الكلام وبيكون لهم رد فعل. ويؤسفني أني أقول إن الفلسطينيين في الخارج في حالة من الغضب من تصريحات الرئيس الحالي اللي صدرت اليوم. أول مرة بيطرح بشكل مباشر وعلني وبتصريحات رسمية أن يتم النقاش في فكرة تهجير أهل غزة من أرضهم. مش كده وبس، لا ده نقاش مين بيرفض، يعني الرئيس الحالي بيرفض تهجيرهم إلى سيناء، وبيقترح أن يتم نقلهم في حالة وجود مبدأ التهجير إلى صحراء النقب. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل. صحراء النقب كما يقولون هي أشد قسوة كظروف صحراء أو ظروف صحراوية، أقسى بكتير من سيناء. صعب جدا على الفلسطينيين ان هم يسمعوا هذا الكلام. حماس او حركة الجهاد الاسلامي ليست ارهاب، هي بالنسبة لهم المقاومة. ان فلسطين ملهاش جيش، وهم دول بيدافعوا عن حقوقهم. ف أن يتم تهجيرهم أو مناقشة تهجيرهم من أراضيهم علشان يروحوا صحراء النقب، وأن مصر بترفض نقلهم لسيناء، المبدأ نفسه التهجير كنقاش يجب أن يكون مرفوض، مرفوض ولا يتم طرحه ولا نقاشه، ولا يمين ولا شمال ولا سيناء ولا النقب خالص. الكلام ده كلام خطير خطير، وحتى التعليق عليه صعب، التعليق عليه صعب. والأكثر اللي أنا شعرت فيه بالمهانة الكلمة اللي اتقالت، وإن هم يرجعوهم إذا شاءت، يعني إذا شاءت إسرائيل تقرر أن يتم إرجاعهم إلى غزة إذا شاءت بعد انتهاء المهمة. ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. أن يتم إرجاعهم إلى غزة إذا شاءت بعد انتهاء المهمة. وقال إن هذه المعركة أو هذه الحرب ربما تستمر لسنوات وهي فضفاضة. الموضوع ده الكلام له جانبين، في جزء إيجابي وجزء سلبي. الإيجابي هو إن موقف مصر واضح. الناس اللي كانت أو كما كان يشاع إن بيتم تهجير أو نقل أهالي سيناء ورفح والعريش والشيخ زويد من مكانهم علشان إتمام صفقة القرن، وفي المستقبل نقل أهالي غزة إلى هذه المنطقة، أصبح اليوم رد معلن بشكل صريح وواضح وقوي بشكل رسمي. أعلن الرئيس الحالي أن مصر بترفض أن يتم نقل أهل غزة إلى سيناء، وعلل الكلام أن في حالة إتمام ذلك بالتالي سوف تقوم هناك حركات يعني معادية ضد الكيان الصهيوني المحتل، وبالتالي سيكون من حق إسرائيل أن ترد على هذا الاعتداء، وبالتالي إحنا بننقل هذه المعركة إلى أراضينا في مصر عن طريق سيناء، وبيصبح بذلك اعتداء على الأراضي المصرية بشكل مباشر. طيب الكلام ده هنا واضح،
ولكن أن يتم استكماله في حالة أن يكون هناك مبدأ، إذن فننقلهم إلى صحراء النقب، إذن إحنا بنوافق أو على طرح المبدأ للنقاش. يعني من إمتى كان هناك فكرة إن أنا بنقل ناس من بيوتهم علشان أوديهم في الصحراء، علشان أهدم البيوت اللي ساكنين فيها، علشان أحارب المقاومة أو عشان أحارب الإرهاب؟ الفكرة دي من إمتى بقت موجودة؟ إن أنا بنقل ناس بالكامل. يعني الشعب السوري، الشعب السوري ملايين اتهجروا من مكانهم عشان بنهدم البيوت، علشان المقاومة اللي عايشين في البيوت. فأنا بسلب منهم حقهم في أرضهم، وقاعدين في مخيمتهم مش عارفين يرجعوا بلدهم. وبعد كده تاني أهالي رفح والعريش والشيخ زويد اتنقلوا من مكانهم علشان البيوت تتهد، علشان في أنفاق تحت علشان الإرهاب. وبعد كده بنتكلم دلوقتي ان احنا ننقل اهل غزة، مش هينفع في سيناء، لكن ممكن ننقلهم في صحراء النقب اللي هي اشد قسوة، علشان اهد البيوت اللي هي اصلا فيها كتير دفعت السعودية ودفعت قطر علشان تبنيها، تمام، علشان اكافح او اعمل تصفية للمقاومة الاسلامية او حركة الجهاد الاسلامي. الكلام ده خطير، الكلام ده خطير، وكان له صدى صعب غاضب. يعني النهاردة كان في تجمع علشان الاعتداء اللي حصل امبارح على مستشفى المعمدان، وكانت كل الجالية العربية موجودين بالخارج علشان يولعوا الشموع على روح الشهداء. وكان في كلام بيصار الكلام، الناس كانت في حالة من الغضب من التصريحات اللي قالها الرئيس المصري الحالي، ان ازاي يتم الحديث عنا ان احنا زي ما نكون اشياء بيتم نقلهم، لا مش هنحطهم هنا، هنحطهم هنا. ازاي يتم النقاش في مبدأ التهجير من اوله من اساسه؟ طبعا كمان كمل الرئيس الحالي قال أنا لو جمعت المصريين وطلبت منهم إن هم يخرجوا علشان يعبروا عن رأيهم في هذا الكلام، هتلاقوا ملايين خارجين علشان يأيدوا إن هم رفضهم لانتقال أهالي غزة لسيناء. وأنا من موقعي هذا بقول إن إحنا مش محتاجين الخروج ولا التأييد، لأن إحنا جميعاً بنؤيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه، في البقاء على أرضه، إن كل مواطن يقعد على بيته اللي بناه أو اللي ورثه، ولا تهجير لا لسيناء ولا لصحراء النقب ولا لأي مكان. ده حقه ودي أرضه ولازم يقعد فيها. موضوع بقى التصفية والجهاد والسلاح والكلام ده كله، دي حاجة بتتحل على موائد التفاوض، ويلتزم الطرفين ممكن تتحل، لكن مش بهدم البيوت، ولا ان انا حرك الناس، ولا ان انا هجرهم للصحراء. احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة الى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد اسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها وعن امنها القومي. تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية. مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلنا نساهم في إن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. يبقى أمر شيء، أمر مهم، إن إحنا، وأنا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وبقوله في العلن، إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات،
وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى من إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت المعالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين، ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور ما، لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي، في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.